حي المعلم رتل آيات الشهب، حي الرسول رسول العلم والأدب. أقام فروع اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة مهرجانا شهريا على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، شارك فيه عدد من شعراء المحافظة وذلك بمناسبة يوم الشعر. هذه المشاركة هي رسالة بأن الثقافة سلاح، وما زالت بالثقافة وبالكلمة نقاتل رغم الظروف الصعبة ورغم غلاء الذي يثاور الأرض، ونحن اليوم نقاتل بالكلمة، وهي رسالة سلام ورسالة حب نريد إيصالها من خلال الكلمة ومن خلال الشعر ومن خلال الثقافة، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ودائما الحضور نوعي في المشاركات من بعض الفعاليات، من بعض الجمعيات الثقافية والاجتماعية لتنويع النشاط الثقافي. في سوريا كلها اليوم هناك تكريم للشعر بجميع أشكاله في جميع المحافظات، تقام في هذه الساعة احتفالية بمناسبة يوم الشعر. إن القصائد التي سمعناها اليوم والتي قدمت على هذا المنبر هي قصائد ملتزمة أوجاع الإنسان، ملتزمة هموم الوطن وهموم الإنسان عامة. بحاجة ليوم في حياتنا نهتم بالشعر وما والذي يترجم أحاسيسنا وحياتنا. هذه اللقاءات تضفي سعادة وسرور على قلوبنا المتألمة قليلا مما حدث لبلدنا الطيب الرائع. وحفل المهرجان بقصائد عديدة ألقاها الشعراء المشاركون، تنوعت من حيث الشكل والمضمون ما بين قصائد التفيلة والشطرين، وتناولت مواضيع منوعة أهمها الوطنية والإنسانية والاجتماعية والوجدانية، كما كان لمواضيع الحياة اليومية ومفرزات الحرب والاغتراب نصيبا من المواضيع المطروحة في المهرجان. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.